ان شاء الله ده طبعا بيجي في اطار سلسله حضرتك لفتره طويله في النهار ينهار ايضا في وحدات خاصه بالعالم كذا شيء جيد بس احنا عايزين نعمل هذا في الروضه ان شاء الله. اهم حاجه ان احنا ننتهي من المشروعات القادمه بالنسبه للصرف الصحي والشرب وتطوير الصحه وطبعا بنبص برضه على التحكم. يا احمد كسرتها؟ شكرا.